وعلى هذا الأساس أعزائي التفت هاي النظريات ماذا أثرت؟ أثرت مولانا في كتاب الزن في الصفحة 15 هكذا جاء. التفت جيدة، هاي من النظريات الموجودة. يقول التفاوت الجسمي، خلونا عن التفاوت ماذا؟ الروحي والنفسي وغيره. التفاوت الجسمي بين الذكر والأنثى سواء في الحجم أو في الوزن أو إلى غير ذلك، هذه ليست الظواهر الطبيعية. لحد من أين نشأت؟ لماذا هذا صار قوي؟ هذا شنو؟ صار ضعيف. يقول باعتبار أنه على مدى وطول التاريخ نشأ بسبب الأمور التغذية والتمرين والفكر ونحو ذلك، حيث أن الرجل قام بوظائف والمرأة قامت ماذا؟ بوظائف أخرى، فهذا على مرور الزمان صارت هذه جزء من تكوينه. هذا صار ماذا؟ ولو انعكس لكان شنو؟ لانعكس. ولهذا الضعف الجسماني في النساء ليس من العوامل الطبيعية، وإنما سببه عدم اشتراك المرأة في الحياة ماذا؟ الزراعية والأعمال الثقيلة وأدى إلى هذا. هذه النظرية أدت إلى نظرية أخرى في 150 سنة الأخيرة، وهو أن الذكور والأنوثة بما لها من خصائص بدنية وما لها من خصائص نفسية، هذه نسبية وليست ماذا؟ وليست مطلقة. ولهذا يقول أنت هيئ الظروف لمن تسميه هذا الصنف تجد يكتسب خصوص ماذا؟ خصائص ماذا؟ واعكس الذكر شو يصير؟ ها؟ أنثى. والأنثى شو يصير؟ ذكر. وإلا من الناحية الواقعية هي حقيقة واحدة وهو الإنسان. هذا الإنسان له أصناف، سميه كما أن الذكور شنو جميعا أقوياء، لا ليس الأمر كذلك. كيف أنه تهيئت الظروف؟ ولهذا هاي العبارة جيدة. يقول وعلى هذا الأساس في صفحة 14، وعلى هذا الأساس جنسية مذكر ومؤنث دو أمره شنو؟ نسبي اسمه لنا. هاي النظريات الآن دا تطرح أعزائي. أنت الآن بينك وبين الله، إذن الفقه مالك قائم على أمر مطلق لو على أمر نسبي؟ شو تقوله؟ لابد أنت قبل ما تدخل إلى البحث الفقهي لابد هاي القضية شنو؟ ها؟ تنتهي منها. يعني أنت إذا قلت مطلق فإذن الأحكام مش تصير؟ يعني ما يرتبط بالأمور التكوينية سوف يكون ماذا؟ مطلقا، أليس كذلك؟ لأنه غير قابل للتغيير. الفقه والأخلاق والوظائف والمسؤوليات والحقوق بحسب هذا الأمر التكويني. أما إذا قلت أنهما أمران شنو؟ نسبيان، فهما متغيران. ما أدري واضح صار؟ فإذا بحسب هذه الظروف لها هاي الأحكام، وبحسب هذه الظروف لها ماذا؟ تلك الأحكام. ولهذا بشكل واضح مع الأسف الآن تذكر شيخ جوادي مولانا، يمكن العام الماضي أنا نقلت لكم العبارة في قوله
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. يقول واضح الآية أنه إذا المرأة هي التي تولت إدارة البيت وهي التي كان بيدها الإنفاق وهي اللي الآن يسموه عندنا الآن كم عائلة مولانا أكو في مجتمعاتنا اللي المسؤول عن إدارة الأسرة من؟ ها النساء سرپرستية بعد خانواده بمئات الآلاف خصوصا في هذه مثل دولنا مثل إيران مثل العراق اللي كثير من الحروب صارت فأدت إلى ماذا؟ شنو صار؟ أن المرأة اضطرت إلى أن تكون هي المسؤولة عن إدارة الأسرة. يقول هنا بعد حتى لو كان الرجل موجودا ولكنه لم يقم بهذه الوظائف فالقوامية تكون بيد من؟ ها؟ تكون بيد المرأة. إذن مسألة القوامية أمر فطري تكويني لو أمر ثقافي اجتماعي تربوي ياهو من الملان. الآن أنت عندما ترجع إلى كل تراثنا يقول إنما جعلت القوامية لأنه أكثر تدبيرا وأعلى عقلا وأقوى وإلى آخره. تبين لا ليس الأمر كذلك وإنما هي قضية نسبية أعزائي. وجدا هذا يؤثر على منظومة ماذا؟ شنو؟ الأحكام الفقهية. يعني في مسألة الإرث في مسألة الطلاق في عشرات المسائل إنما أعطيت بيد الذكر أو الرجل بسبب ماذا؟ بسبب قواميته. وإلا إذا انعكس الأمر بعد الأمور بيد من تكون؟ ها؟ واطمئنوا الآن في أحوال المدنية في الجمهورية الإسلامية كثير من الأمور التي هي بيد الرجل الآن أعطيت بيد من؟ بيد المرأة. ما أدري الأعزة اللي مطلعين مولانا عندما تروح تريد تعقد مولانا هذه الورقة كم شرط لابد أن تتوقع مولانا؟ ما أدري كم شرط ها حدود 20-25 شرط هل زادوا؟ إيش قد صار؟ أحسنتم. هذا معناه ماذا؟ وإن كان عنوانه إعطاء الوكالة ولكن هذا لعب بالألفاظ. يعني أنت هذه الحياة من بعد بيده إبقاؤها أو فسخها؟ بيد المرأة. إذا أنت قبلت أعزائي نحن ما ندري إيش وقت نوصل إلى الطلاق إلى الحجاب ولكن المبالغ هل تكون بيدكم؟ إذا أنت قبلت أن المرأة تكوينا ليس لها صلاحية هذه المسألة إذن بيني وبين الله بالشرط تكون لها الصلاحية. ها يعني إذا قبلت تكوينا أنها صالحة لهذا الموقع أو غير صالحة بالقانون وبأمر اعتباري تكون لها الصلاحية. ها لأن هذا أمر قانوني بعد هذا أمر اعتباري له أمر تكويني هذا اعتباري. كيف يتحول التكوين كيف يتغير التكوين من خلال الاعتبار والقانون؟ يعني أنت تقول الطفل مولانا عمره دون البلوغ هذا على صلاحية إجراء المعاملة أو ليست له الصلاحية؟ ليست له صلاحية. هسه إذا صدر القانون مولانا صلاحية التكوينية تتحول إلى صلاحية؟ عدم صلاحيته إلى صلاحية؟ متى يستطيع متى يستطيع الاعتبار أن يغير الواقع والتكوين؟ هذا إقرار ضمني على أن النصوص الواردة قرآنا ورواية هذه مرتبطة بالتكوين لو مرتبطة بالاعتبار مرتبطة بالثابت لو مرتبطة بالمتغير مرتبطة بالمتغير. هذا اللي أنا النظرية اللي إذا أطرحها اللي يستغربها البعض أنه أنت ثبت العرش ثم رتب الآثار. أولا إثبات أنها تكوينية دون إثباتها ألف خرط قتاد مو خرط قتاد واحد لأنه اتضح لنا بأنه حتى التكوينيات يمكن أن تكون متكونة من أي ها من البيئة
من الثقافة، من التربية، إذا صحت هذه النظريات.